بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المادة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لقد استمعت لصوتية رد الشيخ عز الدين على المفتري الكذاب الرمضاني، وأعجبني رده فجزاه الله خير الجزاء على ما بين ووضح وصدع بالحق في هذا المقام. إلا أنني أتعجب من هذا الرد في تأخره عن وقته، وكان وقته سابقا لما غردت بكلام هذا المفتري الكذاب باتهامه لمشايخنا وأئمتنا، وكذبني فيما قلت، ولم يشهد أحد من حضر مجلسه شهادة لله تبارك وتعالى ينصر بها أخاه، وقد أمرنا بذلك، نهينا عن كتمان الشهادة، وأمرنا بأن ننصر إخواننا ظالمين ومظلومين. وبقيت هذه المدة كلها وانا عند الكثير من أتباعه والمفتونين به كذابا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. لأن بعض الردود والشهادات إذا تأخرت عن وقتها فقد لا يكون نفعها فيما لو كانت في حينها، إن لم نقل سترجع على أصحابها باللائمة عليهم الآن. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على الحق المبين، وأن يجنبنا صراط هؤلاء المفلسين المعاندين الذين أبوا إلا الصد عن سبيل الله باتباع أولئك، باتباع الحلبي ومن حام حوله. أمر آخر أنبه فقط إليه الشيخ عز الدين في رده، لما ذكر من صاحب هذا الرجل، من صاحب هذا الأفاك، أهو على الجادة أم هو على طينته وله نشاطه في منطقته؟ أليس من الحكمة ومن المصلحة الشرعية الدعوية أن تذكره كذلك حتى يحذره أبناؤنا وإخواننا؟ أنا أطرح سؤالا فقط ولست أقرر في هذه المسألة، ولكن الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به أنه يذكر هو كذلك، لأنه من أقوى مناصريه والمدافعين عليه بالباطل، ونحن جميعا نعلم هذا ونخفي هذا عن إخواننا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن لا يخاف في الله لومة لائم. قلت هذا إبراء للذمة ونصيحة لإخواني جميعا، وزيادة توضيح وبيان لما أدلى به الشيخ عز الدين
وفقنا الله وإياه لما فيه الحق، وجمعنا مع الطيبين الواضحين في دعوتهم ومنهجهم، وجنبنا المتذبذبين المتقلبين الذين يظهرون للناس لبعض الناس بوجه ويخفون حقيقتهم. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإخواننا شرهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.